بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل عام وأنتم بخير بمناسبة الفصل الصيفي، وأتمنى أن يكون فصل مريح وسريع وتحققوا فيه الفائدة المرجوة من المادة ومن الفصل بشكل عام من جميع المواد. بداية طبعا الظرف ظرف زي ما أنتم شايفين وعارفين، ظرف كورونا، وبالتالي اضطرينا إلى محاضرات الأونلاين، وإن شاء الله تكون فيها فائدة وتكون يعني استفدنا خبرة جديدة في التعلم والتعليم بموضوع الكورونا. طبعا حاولت أدخل عن طريق نظام الجامعة، لقيت أنه معطل أو متوقف على الأقل، كان امبارح اليوم، إن شاء الله بكرة يكون جاهز. في أسوأ الظروف يمكن خلال يومين يكون جاهز، حتى يكون هذا الكلام يعني قد انتهى وصار الموقع شغال. راح أعطيكم محاضرات مسجلة. مبدئيا محاضرة اليوم راح تكون مسجلة في على اليوتيوب، في عليها ابعث لكم لينك على الاي ليرنينج. محاضره انتروداكشن اليوم راح تكون بشكل عام، بس المحاضرات القادمه راح تكون اونلاين، بمعنى ان شاء الله لما يكون عندنا محاضره حكون في موعدها، وما بيتم تسجيل كل المحاضرات الا بعض السامبلز يعني العينات، حتى اللي بكون بشعر فيها ممكن يكون فيها اشكاليه وصعوبه ممكن اسجلها، وممكن اعمل طبعا ليتر اون تشات يعني سيشنز نتناقش فيه عن بعض التفاصيل عن المادة نفسها. مساق الـ E260 هو عبارة عن Segments and Systems و Basic Course لتخصصات الهندسة الكهربائية، لتخصصات الكمبيوتر بما فيها الشبكات والكمبيوتر Engineering، وطول طبعا الكهرباء بفرعيها الاتصالات والباور. الكورس من السهل الممتنع، وكورس يعتبر من الكورسات اللي إجمالا أو نوعا ما مش سهل. بنحاول إن شاء الله من خلال هذا الكورس نوصل ل يعني basic knowledge بموضوع signals والsystems. إيش يعني signal؟ إيش يعني system؟ وكيف نتعامل معهم سواء كان بالتايم دومين أو بالفريكونسي دومين. بداية أتمنى من الجميع قبل ما أبلش أحكي عن الكورس إنه ناخذ الأمور جد، لأنه في الآخر كلنا بنتخرج من الجامعة، بس في من ناس بتخرجوا ب مستوى علمي جيد، بمستوى ثقافي، بيكتسبوا خبرات عالية في الجامعة من التعامل مع مدرسينهم، مع الطلاب، مع الناس المختلفين داخل الجامعة وداخل اللي هي نقول الكوميونتي، المجتمع الجامعي بشكل عام. دائما حاول تستفيد من كل شيء حتى لو كان سلبي. يعني ممكن تشوف شخص بيتصرف سواء كان دكتور أو طالب تصرفات سلبية، لكن أنت تتعلم منها أنك ما تكونش زي هيك، تكون أحسن من هيك. برضو إن إحنا عنا يعني في رسول صلى الله عليه وسلم في قاعدة شرعية بتقول أو حديث نبوي، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ثلاث: عالم ومتعلم. طبعا أول واحدة اللي هي ذكر الله، وعالم ومتعلم. أنا ركزت على عالم ومتعلم لأنه إحنا في اثنين، سواء كنت أنا أو أنتو مدرس أو طالب، نقع في خانة العالم والمتعلم، وبالتالي هذا المجال مجال إن شاء الله مجال خير وبركة، وبتمنى من الجميع إنه يعني نبذل جهد أكبر على دراستنا. أحيانا طلاب يقول لك خلينا نطلع نأرجل، نطلع نزدر، نطلع نعمل نلعب ببجي. للأسف الشديد لحد الآن في ناس مسيطر عليهم هاي الألعاب أو ألعاب أخرى طبعا، فياريت أنه نستغل الفرصة ونحاول نبدأ بداية جيدة أو جديدة، لأنه في الآخر حاول تكون لك بصمتك في الحياة، يكون لك يعني بصمة باسمك، يعني ماركة مسجلة، تقول أنا فلان الفلاني، هيك طريقتي وهذا اسلوبي. ودائما في كل الفترات انت بتتعلم، يعني ما في توقف للتعلم حتى الممات، يعني الانسان بيتعلم دوما، سواء كان تعلم في مجال التخصص او في مجال التعامل مع الناس او في مجال الدين او الدنيا. اذا لو بلشنا مع الكورس ان شاء الله، اذا بترجعوا على بتتفرجوا على يعني اعمل لكم شيرنج بس بالاول. يعني احنا دخلنا دخلت على موقع الجامعة قبل شوي، كان في ايميل بعثينه انه راح يكون الموقع تحت الصيانة، وان شاء الله قريبا راح يكون جاهز للعمل. الان انا بعثت لكم على الايميل امبارح السيلابس وال كيف المادة راح ندرسها لكم يعني، وفي اول سيشن هي الباوربوينت سيشن على شكل بي دي اف فايل، ممكن تشوفوه يعني بشكل كويس. انا ممكن طلع لي هون، موجود عندي، هي عباره عن
زيب فايل. هذا زيب فايل فيه مجموعة فايلات. الفايل الأول اللي نحكي عنه اللي هو السيلابس الكورس. طبعا الكورس زي ما حكينا E260 Signals and Systems الفصل الصيفي. الآن الكتب Reference Textbook عندنا اللي هو كتاب فيليبس بار أند ريسكن. هذا الكتاب كتاب جيد، ميزته أنه بيعطي أمثلة كويسة وبيعطينا يعني المادة بشكل يعني لحد ما سلسة أو سهلة. وفي منه يعني إديشنز أحدث من 2008 في 2000 حسب ما أعرف 2012. وفي بعض الكتب طبعا هي الكورس بشكل عام يعتبر كورسات البيسك كورسز، يعني هذا العلم مش علم جديد بصراحة، علم قديم لكنه بتطور مع الزمن، يعني البيسكس ما بتتغير. في مجموعة رفرنسز ممكن نرجع لهم بالمكتبة، أوبنهايم ورامش اتساتر، في مجموعة شابيرو إلى آخره. وفي كتاب برضو زيمر جيد، في نسخ أحدث من هاي الأشياء الموجود بالمكتبة، أتوقع أنه في منها كمان أحدث طلبناه قبل فترة. في برضو للكورس تو لينكس أنا عاملهم. اللينك الأول على الجاست نتفرج عليه نشوفه، بحكي عن Signals and Systems. طبعا هذا إذا تدخل على اللينك بتشوفوا شيء زي هيك. اللينك طبعا أنا عامله مجموعة فايلات، مقسم مجموعة من التوبكس. أول شيء Continuous Time Systems Tutorials، بنحكي عن Fourier أو Fourier Transform Tutorials، في عندنا Laplace، في عندنا Z Transform، في عندنا State Variables، MATLAB Tutorials، Simulink and so forth. الآن ممكن احنا ندخل على تفاصيل هاي اللينكس. يعني إذا ترجعنا للهوم احنا عملنا أكثر من مادة. في رسالة أنا بوجهها لطلابي دائما على الصفحة الأولى، إنه الإنسان يحاول دائما يكون عند حسن ظن أهله ومدرسينه ويبذل جهده قدر الإمكان، لأنه في الآخر كل شيء محسوب عليك إيجابا وسلبا. لو دخلنا على الكورسز زي ما شفنا قبل شوي، نروح على Signals and Systems. في هنا ماستر كورسز و أندرجراد كورسز في Signals and Systems اللي شفتوها قبل شوي. في عندنا هنا Tutorials اللي حكينا عنها، كان link and see and enjoy different applications. أحيانا في بعض اللينكس ممكن يكون ما يشتغل، وطبعا بالأغلب شغالات عن شيء تعمل قبل فترة وأمورهم إن شاء الله تمام. هاي بالنسبة ل اللينك أو التوتوريالز. اوكي طيب، لو مشينا شوي بالسيلابس عندنا مجموعة توبكس راح نغطيهم زي ما شايفين. بصراحة عدد مش بطال من الشابترز، لكن إن شاء الله شوي شوي خطوة خطوة راح نوصل لبر الأمان بإذن الله تعالى. الكورس بده دراسة، بده يعني من 8 إلى 12 ساعة تقريبا يعني أسبوعيا للطالب الجيد، للطالب المتوسط بده أكثر. راح نقسمها بالنسبة للامتحانات، راح نقسمهم إلى مجموعتين، فيرست وسكند وفاينل. الفيرست وسكند راح نتفق عليهم ليتر أون، أبعث لكم يعني الأوقات المناسبة إن شاء الله، راح تكون برضو أونلاين. الفاينل راح يكون داخل الجامعة بناء على التعليمات اللي صدرت حتى الآن، ممكن تتغير سواء كانت تتحول كلها أونلاين أو تتحول كلها ورقي، بنشوف كيف. عن هذا الحكي متواصل فيما بعد بخصوصه. بديش أدخل بهذه التفاصيل لأنه أنا عندي بالبرزنتيشن بصراحة في تفصيل لهذه الأشياء، إيش الأوبجكتيفز والأوتكمز للكورس. لو حكيت أنا مش رح كثير يعني تكون مفيدة لكم الآن، على الأقل يمكن لقدام شوي في ممكن تبلشوا تفهموا إيش الكورس وعن إيش بيحكي، وبالتالي نعرف شو إيش الأوبجكتيفز والأوتكمز المرجوة من هاي المادة. طيب هاي بالنسبة للسيلابس. أوكي في برضو بقي فايل ثاني اللي هو سيلابس سكشنز تو بي كفرد. هي شايفينها هي، انا بصراحه لخصت السكشنز. كل شابتر راح نغطيهم. شابتر 1 انترودكشن، مش داخل، مجرد معلومات عامه وتصفحوا هيك يعني تسلوا فيه تسلايه. شابتر 3 تقريبا كله مع شابتر 2، شابتر 4 اغلبه،
chapter 5 برضو أغلبه, chapter 6 ما راح نأخذه, أنا 7, 9, 10, 11 and two sections of chapter 12 اللي هي section 12.1 و point 2. واللينكس هاي موجودة برضو فيها نفس اللي حكيت عنها قبل شوي, في لينك أنا بعجبني بصراحة اللي هو واشنطن دي سي, هذا اللي هو عبارة عن لينك على جامعة أمريكية تعطي لنفس المؤلف الكتاب يعطيها مجموعة lessons عن المادة one by one, يعني مكان كورس مثلا هاي lessons from 1 to 24 تطور كل فترة فترة بتزيد هاي الأشياء. مثلا إذا بلشنا بشابتر 2 هنا lesson 2 راح نشوف أنه في examples على بحل سؤال مثلا على موضوع ال continuous time signal transformations. مثلا في انه هنا في اعتقد انه لانه اللينك عن طريق الجامعه شكله في مشكله, احاول اشوف اذا ممكن يزبط او لا. كونكتد ما بعرف ليش يعني قطت, نشوف نحاول نوصل. عندي في البيت شغاله كانت بس في الجامعه يمكن امور فيها اشكاليه, نعمل ريفرش والله للصفحه نشوف كذا بتزبط مره ثانيه. شكله في إشكالية هون. أكل حال يعني I think إنه لو جربته في البيت بيعطيني examples how to this is a signal XFT مثلاً كيف نعمل له different transformations with time. هذا حكي including let's say the shifting, scaling, the inversion أو reversal إلى آخره. طبعاً بحكي عنهم بالتفصيل. إن شاء الله يكون إنه تعملوا link يكون شغال عندكم. إن case إنه ما اشتغل نحاول نشوف مع مركز الحاسب شو الإشكالية وكيف ممكن نخليه يكون اكتف او اونلاين ان شاء الله تعالى. يعني هذا بيساعد. طبعا في كثير لسنس هون شايفين اذا رجعنا على الهوم تاعها بحكي بتفصيل عن كل لسن ايش العنوان اللي هو فيه بحكي عنه. تمام. طيب شو كمان برضه في عندنا هي السيشن اللي راح نحكي عنها كمان شوي اللي هي سيشن 1. هاي الماده اللي راح تكون تزودوا فيها بعد كل محاضرة. هي عبارة عن السيشن الأول بيحكي عن introduction. راح نشوف بالتفصيل. طبعا عملت كل صفحتين مع بعض حتى نكسب يعني طباعة. وبتقدر تعمل زوم وإذا حبيتوا كل صفحة لحال ممكن نتواصل مع بعض وأعطيكم أزودكم فيه as a PDF file. والكواليتي تاعت الـ PDF is done يعني on high level. في أي ملاحظات إذا كانت عندكم ممكن نتواصل ونحكي بهاي التفصيل. تمام. هاي مبدئيا introduction على مادة أو المقدمة للintroduction تاع signals and systems. الآن خلينا نبلش بالPowerPoint الأول أو البرزنتيشن الأول اللي هو introduction to signals and systems. خلينا نعمل ستوب للفيديو حتى يكون الشغل أوضح. طيب زي ما حكينا الكورس عبارة عن كورس second level, second year level المطلوب لتخصصات اللي لها علاقة بالكهرباء سواء كان كهرباء أو اتصالات أو computer based specialties. هاي السيشن راح نحكي عن اول شيء انتروداكشن, راح ندخل فيه شويه هيستوري او على راي الختياريه اللي ما له اول ما له تالي, فلازم نشوف شو يعني شويه هيستوري عن موضوع السيجنالز اند سيستمز ان جنرال. اهميه السيجنالز اند سيستمز ايش بهمنا وين راح نستخدمه, وفي عندنا مجموعه ديفينيشنز اند اكزامبلز اون ذيز ديفينيشنز. وبعدين راح ندخل على signal classifications تصنيف لهي signals اللي راح ندرسها خلال الفصل. What are the classes that can be categorized for different signals سواء كان analog أو discrete. Sender شو يعني؟
هذا الطفل يعني قاعد بالسطر ومستسلم، ليش طيب؟ You are surrounded by what? By signals and systems. كيف؟ إذا طلعنا حوالينا في كل مكان راح نلاحظ أنه في وين ما شفت وين ما رحت راح تلاقي في different signals و different systems. زي إيش مثلا؟ أشياء كثيرة. مين يعني بيفكر بالموضوع هيك بشكل سريع؟ يطلع حواليه شوف شو في بالغرفة اللي هو فيها، شو في systems وشو في signals تتحرك. أول شيء رح نتذكر على طول اللي هي الموبايل والجهاز كمبيوتر إذا كنا شغالين على كمبيوتر، تمام؟ هاي أول واحدة. طيب شو بطلع منه الموبايل والكمبيوتر؟ بطلع different signals، في power supply، في عنا different signals للواي فاي، عنا signals لل طبعا كان transmission أو reception، عنا different systems جوا الموبايل جوا الكمبيوتر بتتعامل مع different approaches and applications. هاي رقم واحد مثلا. طلع برضه حواليك في اسلاك كهرباء، ممكن تكون مشغل لمبه او جهاز تلفزيون او مروحه او كونديشن، كل هاي عباره عن سيجنالز اند سيستمز. شو كمان؟ طب تعال خلينا نرجع شوي بالتاريخ قديما. متى اول مره تعاملنا مع سيجنالز بالحياه بشكل عام؟ You will be fascinated by this fact. اللي هو ايش؟ No. We were using signals and systems before our birthday. كيف؟ لما كنا على شكل جنين في بطون أمهاتنا، على الأقل الجيل الحالي جيلكم أنتو، أنتو أتوقع جيل 2001 أو لا 2000، 2001. راح تلاحظ أنه الكل بالأغلب الكل تعرض في حياته لجهاز ألتراساوند قبل الولادة. لما بتحمل المرأة بتروح على الدكتور بتشوف اللي جايها ولد ولا بنت. طبعا هو الاساس بيتحججوا انه نشوف صحه الجنين، بس فعليا هم بيحاولوا يعني يشوفوا ايش الولد ولا بنت. وبالمناسبه الاثنين فيهم خير ان شاء الله، واحيانا تكون البنت احسن من الولد. انا عندي الحمد لله عندي اولاد وعندي بنات، ولكن وكل واحد له نكهته وميزته المختلفه عن الثاني، وان شاء الله ربنا بيحفظهم بيحفظكم اجمعين. اذا اول تعامل مع سيجنالز اند سيستمز كان أيام ما كنتوا إيش؟ على شكل أجنة في بطون أمهاتكم. كبرتوا شوي، صرتوا بال نحكي قبل المدرسة بالروضة، رحت لعبت شوي مع أصحابك، لقيت حالك هوب ولا واقع، لا سمح الله صار في عندك كسر، ركضوا فيك على الدكتور، يقول لك لا الدكتور الحمد لله فيش كسر، إذا في بيعمل لك تجبيرة وتمشي الأمور. إذا احتجت لإيش؟ لإكس راي. إكس راي، تمام. بعدين كبرت شوي صار في عندك، أيامنا كان في شيء اسمه أتاري، كنا اللي يشتريها كان يعني يطلع على الشارع ويعرض فيها، والله عندي أتاري وعندي لعبة مش موجودة عند أولاد الجيران. صار أولاد الجيران يطلبوا من أهاليهم قصة، صارت عبارة عن يعني رواية طويلة. الآن صار في الموبايل، أنا عندي بنتي عمرها 5 سنوات عندها موبايل سامسونج حديث، وبالمناسبة كل ما بنيجي في البيت نشبك على النت تكون هي شابكة رقم واحد، ودائما هي تكون البث عندها أقوى شيء، لأن ما أعرف يعني شو الأسباب، بس لأن أنا دخلت أول ناس. فصار عندنا different يعني electronic games أو electronic systems موجود عندنا حوالينا في البيت. كبرنا شوي تعلمنا كمبيوتر موبايل، رحنا على الجيم في بعض الأجهزة الإلكترونية، ركبنا سيارة في أجهزة إلكترونية، رحنا على الجامعة تعلمنا في اللابات، في باللاب في عنا أوسيلوسكوب، في عنا ديجيتال مالتيميتر إتساتر، كل هاي أشياء موجودة وبالتفصيل بالجامعة بخلال الدراسة أو التعلم. أند سو فورت، الحياة ما بتوقف عند هاي النقطة، حتى آخر لحظة في أعمارنا بنكون موجودين لا سمح الله إذا كنا مريضين على الأجهزة، وبتم التعامل معنا باستخدام يعني ديفرنت سيستمز. إذا Signals and systems is everywhere, are everywhere. Wherever you go, you'll find either a system or a signal. الآن في الغرفة اللي أنت فيها في a great number of signals also. مثلا انسى اللي بتعرفه، في عندك satellite signals جاي من 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 لو أنت مثلا حطيت جهاز ريسيفر بالبيت الغرفة اللي أنت جالس فيها أو في الجامعة، وجهت تدش على القمر الصناعي بده يستقبل، إذا signal موجود أصلا، بس أنت have to capture or to receive the signal.
برضو في خطوط مايكرويف بتشبك مثلا ما بين عمان واربد، عمان والعقبه الى اخره. كل هذه المايكرويف لينكس موجوده في اوربيتنج ساتلايتس، قضايا التجسس والاغراض العسكريه والى اخره. كل هذه الامور طبعا موجوده، لو الانسان قدر يتطلع او يشوف السيجنالز المحيطه في الغرفه اللي هو فيه موجود فيها، راح يوصل لمرحله الجنون، لانه راح يلاحظ انه راسه يعني كل الاشكال المختلفه من السيجنالز متجمعه وملتمه على راسه. وبالمناسبه الانسان عباره عن موصل جيد للاشارات بشكل عام، كونه في دم وفي املاح وفي سوائل، فيعتبر موصل جيد. مقاومته عاده تكون من 7 ل 10 كيلو اوم. طبعا هو يعني بيكون يعني مشبوك مع الارض. وكان سين الانسان عباره عن جود انتنا، بالمناسبه عباره عن جهاز يعني انتين او اللي هو الاريال المناسب للاستقبال احيانا بعض الفريكونسيز. طيب نرجع للهيستوري شوي. متى بلش عهد السيجنالز اند سيستمز؟ اكيد احنا بنحكي عن الكتريكال سيجنالز اند سيستمز. الكتريكال سيجنالز اند سيستمز، طبعا الجواب موجود الكل الاغلب تعرفوه. كان عندنا اول شيء كان مورس، اللي هو التليغراف تاع مورس، جهاز مشابه للي احنا شايفينه الان. وكان اول رساله تم ارسالها بمورس كود دوت داش دوت داش كانت 1876، يعني كم سنه؟ 1900 2000، يعني حوالي 150 اقل او اكثر شوي، 150 سنه. كانت اول رساله ارسلت Attention the universe by kingdom's right wheel. هي اول رساله ارسلت، وكان طول السلك اللي تم ارسال الرسالة عليها باستخدام المورس كود طولها 16 كيلومتر، طول السلك أو الوصلة يعني ما بين الترانسميتر اللي هو اللي بيعمل التقطيع والجهة الثانية اللي يستقبل هاي الإشارة. يعني كان سلكي، كان سلك طويل 16 كيلومتر. وكان هذا بداية عهد الاتصالات أو عهد الأنظمة الإلكترونية أو الحديثة اللي ظهرت. إذا إحنا عمر التقدم تاعنا بمجال الإلكترونيك والإلكتريكال أبليكيشنز السيجنالز اند سيستمز يعني يدوب 150 لحد 200 سنه، مش قديم كثير لكن برضه مش جديد. طب بعد هيك شو ظهر؟ ظهر عندنا اللي هو جراهام بيل، الكسندر جراهام بيل، عمل اول تليفون. الناس بتوقع انه عمل تليفون زي يعني عمل الدايل تليفون زي ما انتم شايفين ومش عارف ايش، لا. واللي عمله هو عباره عن الشيء التالي، وعمل ترانسديوسر، حول الفويس سيجنالز او الفويس انتو الكتريكال سيجنالز عن طريق حبيبات كربون والطبقه الشفافه القصدير او المعدن. لما بيتكلم واحد بيضغط عليها وبالتالي بتكون فيها جويتها دائره كهربائيه عباره عن مقاومه الحبيبات كربون وبطاريه يعني دي سي. فلما انت تضغط بصوتك على الممبرين او زي الطبله الطبقه رقيقه بيضغط على حبيبات كربون، وهي حبيبات الكربون بتتضغط وبالتالي بصير مقاومتها اقل وبمر التيار بسهوله اكبر وبالتالي المقاومه بتقل. يعني اي يعني مش اخترع التليفون، هو اخترع الجهاز اللي بحول الصوت ل الكتريكال كوبي او يعني اوديو سيجنال. وكانت اكثر من فكره وتطورت بعدين وصار التليفون نفسه في له زي جهاز ميكانيكال زي مانيوال بلف بيعطي الصوت للمقسم وبرفع السماعه والى اخره، وبعدين صار قرص وبعدين صار تاتش تون والى اخره. فكان هذا الكلام برضه بنفس الفتره اللي بعدي ما طلع مورس بشيء بسيط. في عنا بعديها زي ما شايفين في الصورة مهندس اسمه ماركوني، تخرج بال 1900 هندسة، وبال 1901 عمل شركة اتصالات. أول عملية عملها بهذه الشركة أنه جهاز إرسال وايرلس، مفهوم من اليوم وايرلس، بس وايرلس يعني اطلع هون إذا على الصورة، خليني بس ناخذ الكلر المناسب. أوكي، شايفين هاي القطعة اللي هاي، شوي بدنا نصغر الحجم الخط اللي هاي
هذا عبارة عن جهاز إرسال، لا عبارة عن أنتنة هوائي طوله طبعا هو مشبوك على الجهة الثانية مش مبين، طوله يمكن بيتعدى 100 متر. أرسل رسالة وايرلس، يعني فعليا وايرلس، بلش 1901 عبر المحيط الأطلسي، عبر المحيط الأطلسي ب 1901 باستخدام فريكونسي. لاحظوا كيف الأنتنة كبير حجمها، أسباب إن كان الفريكونسيز المستخدمة هذيك الأيام كانت لو فريكونسيز، ما كان في ديفايسز أو جنريترز أو نقول أوسيليترز بتولد فريكونسي عالي جدا. فكانت يعني إذا قلنا طول الأنتنة مثلا 100 متر أضرب تقريبا في 2 in the best case، يعني ممكن يكون طبعا ممكن يكون أكثر، لكن بيطلع طول الموجة حوالي 200 متر. اقسمها بعلاقة السي بتساوي اف في لامدا، السي سرعة الضوء والاف في الفريكونسي واللامدا طول الموجة، بيطلع عندك بالفريكونسي المستخدمة بالكيلو هرتز، بالكيلو هرتز. وكان يعتبر هذيك الأيام شيء صراحة. طيب شو وده؟ هل وده أوديو فويس فيديو؟ لا، وده مورس كود. كانت البواخر والسفن في المحيط الأطلسي ما في مجال تتواصل مع البر، بتضيع بالبحر وممكن تغرق ما حد يعرف عنها شيء. لما اجى هذا الزلمه يعمل هذا الجهاز وبلش بعدين يتطور شوي شوي. طبعا اليوم صار كله جي بي اس وصار كله يعني ستلايت سيستمز، يعني وين ما كانت السفينه او الباخره في اي مكان في العالم بتوجدها وتتواصل معها بكل سهوله. اذا علمنا تقريبا صار له حوالي 120 سنه كوايرلس. طيب بعدين شو ممكن شيء ثاني اجى؟ اجى عالم اسمه بيرت. طبعا بيختلفوا الدول شرق اوروبا روسيا وغيره مع الغرب على مين اخترع الجهاز التلفزيون اللي هو تي في انفنشن سنه 1920. بال 1920 اخترع هذا الجهاز، بال 1927 تم اول ارسال اسود وابيض، وبال 1935 كان في إرسال تلفزيوني ملون. الواقع لازم نحترم الفرق أو الفجوة الحضارية بيننا وبين الغرب. بال 1920 أو 1930 كان بلادنا تسبح في ظلام دامس. كان وسيلة النقل الوحيدة الموجودة أجلكم الله الحمير. اللي كان عنده حمار أو اللي كان عنده دابة أو فرس كان يعني شيء زي كان راكب سيارة مرسيدس الأيام هاي. تمام؟ طيب احنا لحقنا الغرب صرنا يوزرز اكثر، يعني صرنا نستخدم اجهزتهم ونسوق بضاعتهم عنا. طيب ماشي، طيب الفجوه قلت، لكن المفروض احنا يعني نطور شيء، نعمل شيء. يمكن هي احلام، على الاقل زمان كانت صعبه، الان يمكن تكون اسهل لانه صارت السيستمز اصلا زي الليجو، يعني عباره عن دراج اند دروب. يعني السيستم نفسه بتبنيه عباره عن تشيب وايز، يعني بتجمع 2 3 تشيبس وتبني سيستم بكل بساطه. وهذا الكلام صار طبعا الاستفادة من هذا الكلام هم الصين، واستخدموه بطريقة رهيبة وفعالة يعني قوية جدا. نرجع للتلفزيون. إذا بتتفرجوا هون هاي في زي هنا، إذا بتشوفوا في المكان هذا في عبارة عن إيش ديسك، هذا عبارة عن ديسك مثقب على شكل سبايرال بلف وبيعطي أمام الإضاءة اللي قدامه نقطة واحدة بس وبيبلش يتحرك. طبعا مشكلة التلفزيون كانت how to scan the image. طبعا هذا تلفزيون حديث اللي على اليمين، كان أقدم منه شكله زي قطعة من دائرة لأنه جاي أصلا من ديسك، مقتطع من ديسك. فالنقطة اللي بتتحرك على السكرين بتضوي، بتعكس الإضاءة على جهاز بيشوف الحساسية الضوء تاعتها وبيسجل القراءة اللي هي البكسل يعني مفهوم اليوم، وبترجع مره ثانيه السبايرل. لما الديسك بلف بصير السبايرل يتحرك للداخل وبالتالي بينزل سطر، بينزل كمان سطر. يعني كانت عمليه السكاننج ميكانيكال سكاننج، لذا كان التلفزيون شوي تاخر عن الاشياء الثانيه. تمام. اذا هذا كلام 1900 وكم 1920 تقريبا، يعني بين العشرينات بالثلاثينات كان في تطور كبير ل المجال السيستمز الالكترونيه سواء كان راديو او تي في الى اخره. بعد هيك تطورت الامور، صار في عندنا ساتلايت، يعني النقله الحضاريه للساتلايت كانت نقله قويه، محطه مهمه برضو. بعدين محطه الليزر كانت محطه قويه
بالاساس هي التطبيقات كانت عسكريه يعني ميلتري وايز، بعدين بعد ما صار استخدامها بشكل يعني ميلتري صارت قديمه، صارت يعطوها للمجال اللي هي الكوميرشال او السيفل ابلكيشنز. يعني الانترنت كانت موجوده في امريكا بال 1970 تقريبا، وصلتنا باخر التسعينات يعني من 1995 96 بلشت تظهر عن الانترنت. وكان الاردن كله الباندويث للاردن انا بتذكر كان 4 ميجا بايت بير سكند، ميجا بت بير سكند، 4 ميجا بت بير سكند. هذا كلام 1900 يمكن 94 95، ما اعرف كنتم مولودين او لا. فتخيلوا الان النقله الحضاريه صارت في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطور السريع اللي ممكن يحصل لاحقا برضه بهذا المجال. برضو الميديكال ابلكيشنز تطورت، صار عندنا سي تي سكان والطبقي، اكس راي على شكل سلايدز او سلايسز بسموها، عندنا الام ار اي برضو انتشر اللي هو التصوير المغناطيسي، ستلايت الان صار بيجوب الفضاء في كل مكان على لو اوربت على ميديوم اوربت على هاي اوربت، كل واحد له ابلكيشن له تطبيقاته خاصه فيه بيغطي كل شيء. طيب اذا نرجع للموضوع، لان هاي المقدمه الحضاريه التاريخية يعني بتعطينا انطباع انه العالم بيتطور وبسرعة. زمان كان في اختراعات، اليوم ما في اختراعات، في تطويرات يعني معرفة تركيبية. انا باجي على موبايل بطور عليه، بحدث عليه ابليكيشنز، بحدث عليه سرعة، بحدث عليه اشياء. فالان صار هاي الان انفنشن صراحة قليلة جدا، لكن ممكن يطلع انفنشن من شخص حالم او من شخص يكون عنده رؤية يعني جلوبال فيجن، يكون عنده قدرة على التخيل بشكل كويس. اذا سيجنالز اند سيستم بشكل عام هو كورسنا، كورسين ثانيه ما راح نتطرق لكل شيء اخذناه يعني حكينا عنه بالهيستوري، لكن بدنا نبلش نبني طوبه طوبه في موضوع الالكتريكال سيستمز اند الكتريكال سيجنالز. بتنقسم الماده الى جزئين رئيسيات، كونتينوس تايم دومين اند ديسكريت تايم دومين. شو يعني؟ اذا كان طبعا شو يعني سيجنال اصلا؟ سيجنال هو عباره عن ايش؟ فانكشن له علاقه بالتايم. فإذا كان هاي الفانكشن كونتينيوس نسميها كونتينيوس تايم، كونتينيوس تايم سواء كان سيجنال أو سيستم إن جنرال كونتينيوس تايم دومين. إذا كان الابليكيشن ديسكريت يعني الانبوت جاي سيجنال متقطع، طبعا الديسكريت احنا للعلم بنتعامل احنا مع انالوج وديجيتال، اللي بيقابله كونتينيوس اند ديسكريت. الديسكريت هو مرحلة مهمة وانتقالية ما بين الانالوج والديجيتال، راح نحكي عنها بتفصيل في خلال الكورس وكمان في كورسات جاية. إذا كان السيجنال جاي أصلاً ديفايند على specific points of time بكون discrete time signal، ونفس الشيء system بتعامل مع هيك signal نسميه discrete time system. يعني in general we can say this is a discrete time application or domain. خلينا نبلش بالcontinuous time domain CT اختصار، طبعاً هذا abbreviation مش standard لكن أنا بستخدمه بصراحة بمحاضراتي كلها. CT domain راح ندخل على introduction على signals and systems، نعرف أنواعهم أشكالهم إلى آخره. راح ندخل برضو على later on ب chapter 3 على specific time type of systems اللي هو linear and time invariant system. شو يعني linear؟ شو يعني time invariant؟ وفي إذا كان أنواع أخرى حندرسها ونركز على هذا الابليكيشن. كل ما كل شغلنا بالفترة القادمة حيكون based on linear and time invariant systems. هذا كله بالتايم دومين. احنا ممكن ننقل الفكره لفريكوانسي دومين، ترانسفورم دومين. وهناك بنحكي فيه عن تو ترانسفورمز اللي هو الفورير واللابلاس. هسه ماده الفيرست راح يكون بالاغلب على هذا الجزء اللي هو سوري اللي هو انتروداكشن مع ال تي اي سيستمز اللي هو لينير انتان فيرنت سيستمز. مادة السكند راح تكون في مجال نفس نفس الخطوات الأولى لكن مكررة في وين؟ في استخدام الفريكونسي دومين. راح نشوف شو الفرق بين تايم وفريكونسي ونبلش نستخدم الفريكونسي لأنه بيعطينا بنفيتس ما كانت موجودة بالتايم دومين، سواء كان باستخدام فورير، كل واحد منهم له أبلكيشن مهمة زي الفورير له تطبيقات واللابلاس برضه له تطبيقات، راح ندرسهم من الطرفين من وجهة نظر السيجنالز أند سيستمز. Okay. الجزء الثاني اللي هو discrete time
دومين. طيب شوفي نفسه تكرار، يعني نفس الكلام اللي أخذناه سابقا بس بإيش؟ بديسكريت تايم دومين. طبعا في بي دي اف لينكس حاوديكم اياهم بعدين، بيحكي عن يعني بعض الابلكيشنز بهذا المجال. طيب ايش الال تي اي؟ نفسها اللي قبل شوي كنا شايفينها، ال تي اي هي نفسها ايش؟ لينير اند تايم انفاريانت سيستم. طيب خلينا ندخل على شويه تفاصيل الماده، definitions and examples. طيب العنوان بالكورس signals and systems. طيب شو يعني signal؟ what is a signal؟ شو ممكن تجاوبوني؟ ناس راح يقولوا هاي ويف، ناس بيقولوا انه signal عبارة عن electrical pulse، واحد يقول لك ساين ويف، واحد يقول. طيب شو يعني ان جنرال وات از ا سيجنال؟ فكر شوي. اول شيء احنا بنحكي عن الكتريكال سيجنال صح؟ طب اذا جينا نرسم بلوت بنحكي عن السيجنال، الاكس اكسس شو بيكون؟ انا هسه قاعد بحكي محاضره، التايم از جوينج اون، بيتحرك التايم تمام؟ إذا الاكسس عندنا بالانبوت أو الاكس اكسس هو ايش؟ التايم. طب الاوتبوت أو الواي اكسس شو راح يكون؟ وذين تايم. مثلا بمحاضرة اليوم شو؟ الانبوت عندي عبارة عن فويس، بيتغير مع ايش؟ مع التايم. إذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن فانكشن تتنفذ بالتايم ولها ايش؟ امبليتيود. اللي هو الفويس تاعي له ديفرنت ليفلز، بيطلع وبنزل حتى يعطي الكلمات مختلفة. ومنها بنحدد احنا ايش يعني نوع ايش الكلام بنحكى او الفويس. طيب اذا شو السيجنال طلع؟ A time varying electrical quantity. اذا اول شيء time varying varies with time و electrical quantity. شو يعني؟ اول شيء الالكتريكال فاليو، ماش يكون الفولتج او الكرنت، هي فانكشن ذات فاريز ويز تايم اند ذيس فانكشن از الكتريكال. طيب ايش ميزتها انها ايش؟ كونفيز راح اللون انفورميشن. يعني شو تعمل؟ كونفيز انفورميشن، شو بتحمل؟ انفورميشن. طيب طيب هاي الانفورميشن عن ايش؟ about the behavior or attribute of some phenomenon. يعني ممكن يكون الانفورميشن بيعطينا معلومات عن فويس، واحد بيحكي. يكون الانفورميشن عباره عن شو؟ مثلا عباره عن قياس حراره ريموت سنسنج بمكان بعيد. تكون الانفورميشن عباره عن فيديو بيتحرك فيه لاعب او مباراه او وات ايفر ايلس، يعني ممكن يكون اي شيء. اكشولي في امبليتيود based on time، والvalue هاي للامبليتيود تكون electrical سواء كان current or voltage. طيب ممكن يكون DC signal ما في information، انا بودي لك DC 12 فولت ثابتات. طيب ما في information، انت تقول والله the information in this signal is zero. كيف يعني؟ يعني ما فيش information، يعني انا اخذت فكره انه والله there is no information in the signal because the signal is DC. زي احنا ما نقول والله فلان جميل وفلان قبيح. طيب القبيح وهي درجه من درجات الجمال، لكن درجه جمالها تحت الصفر، دي سي في زيرو انفورميشن. اوكي يعني مثال قد يكون مش مناسب كثير، لكن يعني ات وركس. اوكي كريزر. نصور له.
يعني بطريقة أخرى تعريف السيجنال، the signal is an electronic copy، نسخة حقيقية عن شيء phenomenon attribute، نسخة حقيقية إلكترونية عن شيء voice data audio video music satellite etc. أمثلة عليها كثيرة طبعا. إذا إحنا actually we can describe the signal into three categories: audio signal, video signal and data. هاي basically الأشياء الرئيسية، هي عبارة عن نسخ حقيقية عن شيء كان موجود أو يعني إلكتروني عن شيء كان موجود أصلا as a phenomenon or attribute. طيب شو يعني سيستم؟ ايش يعني سيستم؟ لو سألت برضو نفسك شو يعني سيستم، بتقول والله عبارة عن بلوك مثلا بدخل input بطلع output، بقول لك كلامك صحيح، بس ممكن يكون عندنا input داخل ما فيش output. طيب شو نعمل في الحالة؟ مش سيستم؟ لا سيستم. مثلا الفانكشن جنريتر اللي باللاب، او مثلا نحكي عن جهاز اوسيليتر، بيعطيك اوتبوت لما تشغل كهرباء بيشتغل، بس ما بده انبوت. سانوسويد اللي بيعطيك مثلا، او سكوير، او بس ما في ايش، ما في انبوت اكشوالي، ما في انبوت. طيب عم بقول لك طيب ممكن السيستم يكون مثلا مجموعه ديفايسز بتشتغل، صحيح بقول لك كلامك صح، بس ممكن اسال سؤال مثلا شركة الكهرباء هل تعتبر ديفايس؟ اللي شركة التوزيع مثلا بتوزع من إربد على قرى وما إربد وعمان وإلى آخره، هل تعتبر هاي منطقة أو شيء يعني مش سيستم ولا سيستم؟ آه سيستم، بس ماله ديستريبيوتد سيستم. طيب الويندوز سيستم ولا لا؟ آه سيستم. طيب تقدر تمسك الويندوز بإيديك أو تعرف وين هو موجود؟ عبارة عن فيرتشوال، عبارة عن شيء سوفت وير. طيب كيف نعرف سيستم؟ عبارة عن بلوك، عبارة عن ديفايس. إذا كان بلوك أو ديفايس بيكون فيزيكال، شيء ملموس. طيب الماتلاب، أنتي فيروس، واتيفر، أندرويد، كل هاي الأشياء تعتبر سيستمز، لكن مالها مش ملموسة، يعني مش فيزيكال. صراحة أنا بحب التعريف التالي لأنه صعب نوصل له بسهولة: the totality of mechanisms that perform a given operation. شو يعني كلمة ميكانيزم؟ مجموعة الآليات that perform a given operation، بتنفذ function أو task معين. أمثل عليها: domestic electronic devices، ثلاجة، ممكن كهربائية، مش عارف، كل شيء موجود في البيت، computers، mobile phones etc. وبالمقابل برضو في عنا أشياء ثانية زي softwares، صح؟ نرجع للميكانيزم مرة ثانية، شو ممكن تكون؟ physical device اللي حكينا عنها قبل شوي، physical يعني ملموس، شيء تقدر تمسكه physical. Softwares or programs it could be just يعني lumped، يعني مجموعة في مكان واحد، زي التليفون مثلا، التليفون بنفسه بحد ذاته system، لكن الكوميونيكيشن system اللي مشبوك على زين أو أورنج أو أمنية، هذا system موجود جزء منه عندك كتليفون، والجزء الثاني في المحطات في البيس ستيشنز، المحطات الرئيسية بترسل وتستقبل الإشارات عنها. ممكن يكون systems زي حكينا lumped device زي التليفون، أو distributed موزع زي شركة الإنترنت أو شركة الاتصالات بشكل عام، أو شركة كهرباء مثلا اللي بتوزع على أكثر من مكان، في جنريترز وفي محولات وفي أسلاك وفي قارئات عدادات وأشياء كثير مختلفة موزعة في كل مكان. أوكي نيجي على الجزء الأخير اللي هو signal classifications. ديش نعمل classification؟ because when we need to study as a given topic we need to understand how to apply or how to comprehend this topic. This can be done using the classification. بدك تروح المكتبة تدور على كتاب، أول شيء تقول لهم بدي كتاب بمجال الهندسة، بعدين في مجال الكهرباء، بعدين في تخصص كذا، فكل ما كنت أضيق في التحديد كل ما وصلت للكتاب بدك إياه بشكل أسرع. نفس الكلام بالنسبة للتصنيفات تاعت السيجنالز والسيستمز. أول ميجر بيج يعني شايني classification اللي هو continuous time versus discrete time signals. نشوف إيش يعني continuous time signal.
نقرأ الجملة. Signals the amplitude of which may take any amplitude at any point of time. شو يعني؟ نقرأها مرة ثانية. Signal لما يكون continuous عبارة عن signal الامبليتيود فيه لاحظ الامبليتيود could be current or voltage أو أي شيء تاني. This is time. تمام؟ may take any value تكون أي قيمة يعني continuous value يعني ممكن يكون 10 12 1 ونص 1.00234 it could be any value. اوكي في اي نقطه في التايم يعني you can define the amplitude value for any point of time. قلت والله بدي الفولتج عند t equals 2.5 ملي سكند بتدخل 2.5 ملي سكند بيطلع عندك value. طب هذا الفاليو شو ميزته؟ any value small large big بدك اياه يعني ما بيطلع لا undefined ولا infinity ولا شيء زي هيك. هذا continuous time signal. طيب رح نعبر عنه ب function f of t. f اللي هو السيجنال والt اللي time axis او الx axis. طيب الdiscrete time signal واضح انه رح يختلف شوي. شوف السطر الاول نفس التعريف الجزء الثاني من السطر الثاني برضه نفس التعريف بس وين فقط مش at any point of time. لاحظ هون but at ايش specific point of time او specific point of time. شو يعني؟ يعني انت عندك التايم والسيجنال. السيجنال ممكن يكون اي فاليو لكنه لما تيجي تقرا انت بالنسبه للتايم مش على كيفك تختار اي بوينت اوف تايم. يعني والله بقول والله انا بقرا عند الزيرو تايم عند ال1 ملي سكند 2 ملي سكند ما في مجال تلاقي فاليو عند ال1 ونص ملي سكند مثلا. اذا التايم كان ديسكريت بما انه التايم ديسكريت راح يقرا فاليوز من الكونتينوس فانكشن اللي هي الفي مثلا الفولتج لكن هاي الفانكشن شو بتكون؟ continuous. يعني الفولتج ممكن يكون 1 فولت 1.2 فولت 1.3 فولت 1.5 1.2345 طويل يعني يكون ايش فراكشن طويل لكن الريدنجز تاعته موجوده على التايم بس وين اند سبيسيفيك بوينتس اوف تايم. انت زي كان عملت ديسكريت تايم عشان يسموه ديسكريت تايم سيجنال وهذا بقودنا لمصطلح راح ناخذه بعدين اسمه ذا سامبلينج بيريود. انت بتعمل سامبلز تاخذ عينات عن السيجنال مش كل السيجنال عند 1 ملي سكند مثلا عند 2 ملي سكند. الفرق بين هذول الستبس بالتايم بسموهم سامبلينج بيريود. البيريود اللي بتقرا انت عنده الفاليوز المذكوره. راح نستخدم النوتيشن نفسه اف يعني فانكشن اف ما تغيرت تتغير مين التايم اكسس التي صارت ايش ان التي تكون يعني فاليو اما الان ماست بي ايش انتجرز 0 1 2 1 2 ايش of the sampling period يعني zero time one step of the sampling period one millisecond مثلا two means two by one millisecond will give you two milliseconds etc. بتعمل skips انت هاي skips بنسميهم ايش اللي هم القراءة تاعت الان مكتوب ان الحالة ليه لان we know ايش قيمة الستيب وبالتالي بنشوف كم مرة عمل how many steps in this case. هيك انا بتفصيل فيما بعد example على signal continuous time واضح هذا عبارة عن sinusoidal لازم تشوفينه بالماتلاب بين 0 و 10 التايم والفريكوانسي تتحدد معامل التي اللي هي 1 راديان بير سكند هون شايفين فريكوانسي 1 والسيجنال واضح انه ساينسويدل ما في اي ديسكريت فاليوز كونتينيوس ف كونتينيوس تايم سيجنال. هاي فانكشن ديسكريت لاحظ كيف اف ان ايكوالز 1 فور اول ان بتوين 0 and 10. السيجنال محدد من 0 ل 10 for n طبعا والفاليو 1. طيب اذا جينا حاولنا نجيب الفاليو مثلا في هذا المكان مثال في هذا المكان وهذا المكان somewhere مثلا هون etc. كم قيمة السيجنال إذا طلعنا مع السيجنال اللي فوق يعني أخذنا البوينت مثلا هاي مثلا هون نغير لنا عشان تصير فرق هاي هيك مثلا شوف what is the value for let's say 5 5n في هون value بنلاقي شيء قباله بندور على شيء هون في شيء في قيمة محددة يعني can we find a specific value at this point
في واضح انه ما فيش. ليه؟ طيب قبل عند الفايف في فاليو واحد، بعدي في فاليو واحد. طب in between undefined. We don't know what is the value. Either undefined or doesn't exist. عشان يقسم منها ايش ديسكريت. محدد بس في النقاط اللي فيها ايش؟ فيها ال n is an integer. سؤال ثاني سريع، classify into continuous time versus discrete time. شو رايكم؟ الأول والثاني نفس الشيء، لاحظ both things are continuous time. ليه طيب؟ لأن function defined using t continuous time and t is defined ايش؟ for all t you can find the cosine. حطيت exponential 10 مليون بيطلع جواب، حطيت cosine 200 مليون 0.001 بيطلع برضه جواب. إذا الفانكشن بشكل عام معرف لمين؟ لـ t، وهي t is continuous، وبالتالي راح يكون output ماله continuous. طب لنفرض انه طلع undefined، يعني طلعت زي ما بتذكروا بالنهايات خطوه بالتوجيه او بالكالكولس، والله طلع له قيمه من الشمال غير عن اليمين، او طلع undefined في نقطه معينه، بسميه، لاحظوا، بسميه non continuous مش discrete. We define this function for ايش؟ for t. طيب ليش ما مش هين ناخذ اكزامبلز على الحكي هذا كثير؟ لانه بصراحه احنا in real applications in our engineering applications we deal either with continuous time or discrete time. اذا بدي اجيب لك سؤال يعني فيها شويه لفه ودوره، بكون non continuous non discrete، يعني بكون هنا مو معرف بالتي لكن الفاليو تاعته undefined. زي مثلا التان، التان عند النقاط معينه، مثلا عند اللي هو صانع كوساين، اذا كوساين كان زيرو مثلا عند 90 درجه شو بيطلع الجواب؟ انفينيتي او ماينس انفينيتي. ففين؟ فلانه هاي النقاط فيها مشكله بنسميها ايش؟ نون كونتينيوس سيجنال. ما بقول عنه ديسكريت، بقول عنه نون كونتينيوس. طيب هذا السيجنال الثاني، اكزامبل ثاني، شو رايكم؟ الاول شو؟ الثاني شو؟ الثاني مبين، يعني اي واحد بيطلع عليه بيعرف انه هذا عباره عن شو؟ عباره عن سيجنال ديسكريت محدد بفانكشن معينه، بيطلع وبينزل ما بين ماينس ان وان. إذا راح يكون ايش؟ ديسكريت. طب الأول، أول شو؟ شوف الفانكشن كونتينيوس. يا سلام، نعم كونتينيوس. كيف كونتينيوس؟ لاحظ كيف في المنطقة هاي ما بين الماينس 10 و 10، اخذ بس الخط اعرض شوي. اوكي، هاي المنطقة ايش مالها؟ Defined for all values between minus 10 and 10، والفاليو كم؟ constant value 5، معرف في كل النقاط ما بين 10 وماينس 10. الاشكالية عندنا وين؟ ما بين طبعا حتى بعد ال 10 هون برضه معرف، حتى تحت الماينس 10 برضه ايش ماله؟ معرف. طيب وين المشكلة؟ زي ما انتم شايفين هنا بهي السيركلز او الاليبسز الموجودة، نحكي عن ايش احنا؟ عن سبيسيفيك بوينتس فيها اشكالية. هي عندي 10 ماينس 10. طيب شو العمل؟ شو الحل؟ شو نقول؟ لاحظ كيف؟ عند الماينس 10 في عندي اشكاليه نهايات، صح؟ ليمت فروم ليفت ماينس 10 0، ليفت ليمت فروم رايت اوف ماينس 10 ايكوالز 10. طيب كم الفاليو عند الماينس 10؟ الفاليو ماخذ الليمت من الشمال والليمت من اليمين مقسمه على 2، شو بيطلع الجواب؟ 0 بلس 5 اوفر 2، بتطلع عندي ايش؟ بتطلع عندي 2.5. هذا النوع من الليمتس او الجمبس بنسميه او discontinuities او singular values بنسميه jump discontinuity. jump discontinuity قفزه step. نفس الكلام بيطبق وين؟ على الاذر بارت اللي عند ال 10. تمام، عند ال 10 في عندنا limit from left from right وقسم على 2 بيطلع الجواب عندنا 2.5. اذا السيجنال محدد في كل مكان، في اشكاليه بين minus 10 و 10
مع ذلك مع انهم جمب discontinuities. شو معنى جمب؟ limits exists or exist from left and right and non equal to plus or minus infinity. يعني ما راح لانفينيتي لا بلس ولا ماينس اذا كان عند الماينس 10 ولا كان عند ال 10 في اشكاليه discontinuity. هذا نسميه جمب، يعني الستيب فروم ليميت فروم ليفت فروم رايت فاليوز. كم تطلع القيمه عند هاي النقطه؟ تطلع لي الافرج فاليو، جمعهم وقسمهم على 2. طيب سوري، اذا كان عدد الجمبس از فاينايت، يعني انت عندك سيجنال عدد القفزات فيه معدود، والله لقيت فيه 12 قفزه 12 جمب 25000 جمب، بيعتبر فيها حاله سيجنال ماله كونتينوس، يعتبر كونتينوس. حالتنا هاي كم جمب عندي؟ 2 جمبس هيو، تمام. اذا السيجنال شو يطلع؟ يطلع كونتينوس تايم سيجنال. اذا السيجنال بشكل عام كونتينوس، لقينا في discontinuities بنشيك على انه جمب او لا، شيكنا بنشوف عدد الجمبس انفينيتي ولا مش انفينيتي. اذا كان عدد الجمبس فاينايت بكون عندنا سيجنال شو؟ كونتينوس regardless of these points. طبعا هذا زي ما حكينا قبل شوي، يعني واضح انه ديسكريت، ما فيش اشكاليه فيه لانه محدد باستخدام فانكشن، يعني وين ما شفت فانكشن اف اوف ان على طول عرف انها ايش؟ ديسكريت. الكلاس الثاني اللي هو periodic and non-periodic signals. احيانا بيسموه non-periodic aperiodic، يعني زي synchronous asynchronous symmetrical asymmetrical، يعني ال A هاي في البدايه بتعطي النفي. شوف تعريف الـ periodic signals، خلينا نقرأ بالله سوا. Periodic signals are signals that repeat، شوف كيف الجملة repeat، نجي شوي repeat. طيب itself exactly and continuously over a specific period or time interval. لاحظوا كيف في عندنا ثلاث شروط كأنه، تمام. أول شيء repeat itself continuously، أول واحدة أو exactly عفوا and continuously. شو exactly يعني؟ يعني هو بكرر نفسه بشكل دقيق. يعني اجى عندي ساينوسويدال، اول لفه كان ساين تي، بعد شوي صار 0.9 ساين تي، تمام. بعد شوي صار 1.1 ساين تي، وظل ساين لكن ماله الامبليتيود مره بيطلع ومره بينزل، بيطلع وبينزل، مش اكزاكت ريبيتيشن. هاي الحاله ما بنسميه بيريودك. هاي واحده. اثنين كونتينوسلي، شو يعني continuously؟ يعني اجى عندي ساين لف ساين تي نفسه، ساين تي ساين تي ساين تي، عمل 3 4 5 10 سايكلز وبعدين صفر وقف. بقول عنه periodic في الفتره الاولى ما بين 0 و 10 سايكلز. لو قال لي السيجنال بشكل عام periodic ولا لا، بقول له لا. ليه؟ لانه بكون مش اوفر اول بيريد اور اول تايم، وكرر نفسه فتره معينه بعدين توقف. اذا كانت التايم يهمك والفتره اللي بيظهر فيها، مثلا سكرت الجهاز بقول والله periodic. اما عمل ساين صويد الوحده بعدين نوقف بعدين يرجع اكسبونشال بعدين يرجع كوساين، صار شيء ثاني، صار ايش ماله؟ نون بيريودك. برضه في شرط ثاني مهم وثالث عفوا، انه يكون اوفر سبيسيفيك تايم انترفال، يعني يكون عندنا بيريد ثابت. شو البيريد؟ اللي الفتره اللي بيتكرر فيها، التايم انترفال اللي بيتكرر فيها. مثال، كان اول شيء عندي ساين تي، عمل 1 سايكل ساين تي، السايكل بس كمل عمل لي ساين 2 تي، صار سرعته ضرب 2، بيريد صغر 2، رجع مره ثانيه عمل لي ساين 3 تي، رجع ساين تي اوفر 2. اذا صار البيريد ماله كل شوي بيتغير، هو صح ساين سويدل لكنه التايم انترفال اللي بيعمل فيه السايكل اللفه الكامله 1 لوب او 1 سايكل اختلفت، وبالتالي في الحاله شو صار عندي؟ فقد شرط البيريودسيتي.
كده لازم يكون periodic, يكون repeat itself exactly, continuously and specifically على time interval ثابت ما بتغير, نسميه ايش؟ نسميه period. هاي examples على signals periodic زي triangle, sawtooth, sinusoidal or sine and square. هاي في مهم هون تحت. اوكي هذول signals شو؟ periodic. هسه في شرط على سين حتى يكون periodic, يكون حقق شرط ايش؟ it repeats itself every t capital. t capital هي period. إذا هسه شو صار عندي؟ بكم نفسه؟ f of t بتساوي f of t plus t capital plus 2 t capital plus 3 t capital plus or minus على يمين على شمال. عفوا. طيب شو t capital؟ the period. شو يعني period؟ the smallest positive value that satisfies 1. يعني sin t sin 2t, خلينا نقول sin t بالأول. sin t بعمل 1 cycle every 2 pi. Every 2 pi. برضو every 4 pi بعمل cycle. Every 6 pi بعمل برضو cycle. طب شو اختار؟ The smallest positive. لازم يكون smallest value. ويكون هذا value ايش ماله؟ positive. مش ممكن يكون the time interval او the period يكون ماله؟ negative. أي معلومات عامة. أول شيء في احنا ايش اسمه cyclic frequency. نقيسها بالهيرتز. اللي هيها. شايفينها هون. اللي 1 over t يعني مقلوب البيريد بيعطيني الفريكونسي, مقلوب الفريكونسي بيعطيني برضو ايش؟ يعني ساين تي مثلا كم التي كابيتال؟ تي كابيتال بتساوي 1 over f. شو الاف؟ معامل التي هو 1 واحد على 1 كم يكون السايكل؟ 1 1 هرتز. عندنا انجولار فريكونسي, انجولار فريكونسي لما نضرب الاف هاي اللي حصلنا عليه هو السايكليك بي ايش؟ ب 2 باي, صار اسمه انجولار يعني الزاويه, تردد الزاويه. فبصير عندنا 2 باي اف. نحسبها عاده ب او وحده القياس اليونت تاعتها بتكون راديان بير سكند. راديان بير سكند. اكزامبلز على سيجنالز مطلوب نعمل فيريفيكيشن انه سيجنال بيريودك ولا لا. طبعا الفيريفيكيشن شوي صعب. وي نو مثلا انه والله الاكسبونشال هنا او عفوا كوساين periodic, expansion non-periodic, هذول فيهم شوية تفاصيل نحكي عنهم بعد شوي. لكن how to verify, نستخدم يعني الـ verification formula اللي قبل شوي كانت اللي راح نعيدها الآن بخلال الإكزامبل. طبعا هذا عبارة عن small MATLAB code بيرسم sin cosine 2 by t, التايم حددته من minus 2 ل 2 حتى أرسمه يعني فترة تكون applicable. cosine 2 star pi star t زي ما تكتبها cosine 2 pi t, الضرب عبارة عن star وتقول له ايش plot t مع y. شو t؟ ال x axis مع y axis. وبرسم لك اياه, بحط لك طبعا يعني طبعا انا اضفت عليه بعض ال يعني التايتل بهذا الشكل مطلوب مبدئيا لا بس يعني عشان تكون بالصورة تعرفوا ممكن بالماتلاب نعمل شغلات كثيرة. طيب واضح انه السيجنال ماله continuous, واضح انه كمان ايش؟ periodic لانه بكرر نفسه every كم؟ عرفت كيف؟ بلش ب1 نزل طلع ل1 من وين لوين كمل؟ خلينا نشوف. انا استخدم معادلة اللي f of t equals f of t plus t capital plus n t capital يعني كتبناها قبل شوي اللي هي ايش كانت؟ تذكروا؟ هي f of t بعرفش اذا واضح الخط يساوي f of t plus minus n t capital صح؟ هاي راح نطبقها هون, لاحظ كيف هاي جاي هون اللي هاي وهاي الجزء الثاني جاي هون. اذا بنعوض function f of t بتساوي لي عفوا هاي كوساين فوق هون بننزلها مباشره على المعادله بتصير بدل تي ايش صار؟ بدل تي صار عندنا
هون بدل تي صار عندنا تي بلس انتي كابيتال. اوكي طيب بعدين وزعنا القوس صار عندنا كوساين 2 باي تي بلس 2 باي انتي كابيتال. هاي المعادله طبعا في لها نحاول نتخلص من الكتابه هاي شرايحها الماوس ما راحت. طيب على كل حال كوساين A بلس B كوساين A كوساين B ماينس ساين A ساين B نحن نستخدمها في فك الكوساين زي ما شايفين الـ A عندنا هي 2 باي T والـ B 2 باي N T كابيتال. ثاني المعادلة كلها هاي كلها سوري هاي كلياتها لازم تصير بتساوي اذا نصح بيريودك بتساوي هاي كيف نبسط المعادله هاي الطويله حتصير زي كوساين 2 باي تي مزبوط نجرب اذا هاي وهاي لازم يكونوا ايش زي بعض اذا كان سيجنال بيريودك احنا بنعرف انه اصلا بيريودك وي تراي تو بروف ذس اور تو فيريفاي. طيب كيف ممكن تصير هاي هيك؟ اذا كان الجزء الاول اللي قبل الماينس اللي هو اول تيرم كله يساوي ايش؟ كوساين 2 باي تي يعني كانه هذا الجزء شو بصير كله؟ واحد بصير كوساين 2 باي تي تمام. طيب هذا الجزء الاول طيب الجزء الثاني كيف نتخلص من هذا البارت؟ لازم يكون كله صفر. هسه احنا وي كان موديفاي اور تشينج تي كابيتال سواء كان في هذا الجزء او بهذا الجزء ما نقدر نصيب الفانكشن ساين او كوساين تي تي فارينج يعني فيريبل اما تي كابيتال كونستنت نقدر نلعب فيها بحيث نثبت قيمه الفانكشن كلها اذا ساين 2 باي ان تي كابيتال ايكوال زيرو. ليش هاي بالذات؟ لانه هذا الجزء ما مصيبه زي هون ما صبنا هاي اذا خلينا هاي تساوي واحد وهي كلها تساوي صفر هون هذا التيرم كله بروح وبيبقى عندي كوساين 2 باي تي. طب هاو وي كان جيت ذس؟ اتفقنا صح؟ طب شو الفاليو او شو الفنك شو الانجل اللي بكون عندنا كوساين هيساوي واحد وساين هيساوي صفر؟ اللي هو ايش؟ شو كوساين واحد وساين صفر؟ اللي كم؟ الزاوية كلها كم؟ هي زيرو او 2 باي او 4 باي او 6 باي الى اخره. اذا 2n باي تي كابيتال المفروض تصير قيمتها 2n باي. طيب كيف تحصل على قيمه تي في هي المعادله؟ ليش 2n باي؟ اللي هي 0 2 باي 4 باي 6 باي اللي تحقق شرط الكوساين يساوي 1 والساين يساوي 0. اذا تي شو بتطلع؟ اكيد تي كابيتال بتساوي 1 2 3 اكسترا. اقل واحده فيهم ايش راح تكون؟ اللي هي تي ايكوالز 1. يعني حصلنا على تي كابيتال حققت لنا شرط البريودسيتي وطلع السيجنال شو؟ بريودك. كم البيريود تاعته؟ equals 1. قفزنا على سؤال رقم 5. رح نرجع بقية الأسئلة نشوف شو الإجابات. طبعا هذا رسمته برضه على الماتلاب. في expansion مرفوع لقوة sin 2 باي تي مضروب في تي. صراحة هذا التيرم تي خربط شوية الشغل. لو كان تي هذا رايح اوكي بيطلع زي كأنه sinusoidal اكسبونشال لقوه ساينسودل لكن مضروب في تي فسكيل تي اثر على قيمه الفانكشن. طبعا هاي البلوت تاع ومعادلته الاول كود تاع الماتلاب يمكنكم تشوفوه تكتبوه نفسه يعني كوبي اند بيست وتشوفوا كيف بيطلع. واضح انه السيجنال شو ماله؟ نون بيريودك. طب كيف نثبتها؟ كيف ممكن نثبتها؟ خلينا نجرب والله نشوف يعني مثلا كان عندنا اف اوف تي اف اوف تي ايكوالز
t expansion مثلا يعني for simplicity minus at check. لا مش ما كانش minus at, كان في sign بذكر صح. نغير احنا الدنيا هون. كان عندنا let's say مثلا for simplicity راح نسودهم اوكي sin t. طيب هسه نجيب f of t plus n t. مش عارف سويته الوان الاسود وين. اوكي هاي شو تساوي؟ الان نكتب بدل كل t t plus n t, t plus n t cos exponential sin t plus n t. تمام اوكي هسه لو فكينا هاي راح يصير عندي سي سوري تي اي ساين اوكي تي بلس ان تي بلس ان تي اي ساين تي بلس ان تي. الجهه الثانيه كان عندنا اف اوف تي صح؟ اف اوف تي نزلناها زي ما هي تي اي ساين تي. طبعا احنا ممكن نثبت بعد شوي ممكن نثبت انه هذا الجزء نفس هذا الجزء بالسؤال اللي زي الكوساين رقم واحد. طيب ماشي اذا هذا التيرم كامل صار يساوي هذا التيرم كامل صح. باقي عندنا ايش؟ هذا الجزء زياده هذا متى بيكون صفر؟ حتى يطلعوا زي بعض لازم يكون هذا ايش يساوي صفر. طيب ممكن يكون يساوي صفر. طبعا الجواب اكسبانشال حتى لو كان لزيرو حتى لو كان ساين زيرو بيطلع اكسبانشال واحد. هذا بس بيكون زيرو اذا كانت تي بتساوي زيرو. طيب شو المشكله؟ بنقول والله يا سيدنا البيريودك لما يكون البيريود تحته صفر. يعني شو التفسير؟ يعني سيجنال بيكرر نفسه كل صفر ثانيه. اذا شو يطلع سيجنال في هاي الحاله؟ يعني وي كان يوز لوجيك. هو ماله؟ نون بيريودك. تمام؟ هذا اكزامبل على كومبينيشن. طيب لو شلنا التي بالسؤال من الاساس وش النتي يعني هاي التي كانت مش موجوده اصلا. هاي التي كانت مش موجوده اكسبونشال ساين تي. شوف الاكسبونشال نون بيريودك مرفوع لقوه ساين. الساين بيكرر نفسه كل ما كل فتره اذا الساين بيريودك. السلام عليكم. السلام. محاضر عندي معلش محاضر اونلاين يعني شوي. حياك الله نيم. عفوا نرجع لموضوعنا. الساين نفسه بيريودك. الاكسبوننشال مرفوع لقوه بيريودك. شيء مرفوع يعني الاكسبوننشال مرفوع لقوه بتتكرر اذا راح يكون جوا الاكسبوننشال برضه بيتكرر. اذا اي ساين تي او ساين او كوساين وات ايفر لاي لقوه اي شيء بيكون بيريودك بيطلع الاكسبوننشال برضه بيريودك. لكن دخول التي على الخط هون خلت السيجنال ماله يطلع نون بيريودك. اوكي إذا شو متوقع يطلع سؤال زي ما حكينا نون بيريودك. الآن يعني هذا نفس التفصيل اللي كان قبل شوي طلعوا عليه بالتفصيل بيطلع سيجنال نون بيريودك زي ما حكينا بالشرح قبل شوي. طيب هذا جواب الأسئلة كلها اللي هي كانت في إكزامبل 6 اطلعوا عليها وارجعوا لها وحاولوا تحلوها واحد واحد وإذا كان في عندكم أي سؤال ممكن نجاوبه مجموعة أو يعني قدام الطلاب إن شاء الله تعالى. أو إذا بتحبوا بالتشات سيشنز بعدين نحكي عنهم بالتفصيل. طيب في تب عنا It's not always true that the sum of periodic signals is also periodic. كيف يعني؟ يعني عندي sinusoidal جمعت له sinusoidal ثاني أو كوساين أو whatever أي سيجنال بيريودك ثاني. مش شرط الجواب إحنا عارفين البارت الأول أو الإلمنت الأول والثاني والثالث كل واحد individually كل واحد منهم إيش بيريودك. لكن مش شرط يكون مجموعهم برضو إيش بيريودك. في شروط معينة لازم تتوفر بهي القضية.
examples بلش بهي أسئلة ونلاحظوا كيف خمس أسئلة بيدوروا حول فكرة الكوسين والساين. انتم شايفين هون طبعا انتبهوا لشغلة هون في تيرم ايش ماله في اكسبوننشال جي هون برضو ايش اكسبوننشال جي راح نشوف ايش تاثيرهم على الحل. نبلش بالفعل الاول شوف البروسيجر اللي بنستخدمه عاده في حل سؤال زي هيك. اول شغله find the individual signal periods سوري خلينا نكمل هاي الجمله. هذا السؤال الاول. اول جزء بنطلع البيريد لكل واحد من هذول الاليمنتس تيرمز. الان اوميجا 1 شو بتساوي؟ لاحظ كيف ال8 باي هي بتمثل فريكوانسي صح؟ اذا تي 1 سميناها تي 1 مثلا 2 باي على اوميجا 1 بتطلع 1 اوفر 4. طيب الثانيه تي 2 بتطلع نص تي 3 شو بتطلع؟ ثلث. يعني هيك طلع الارقام واضح؟ بعدين بنطلع ريشوز. ايش الريشوز يعني؟ نقسم البيريدز على بعض نختار ريفرنس. وانتبه الريفرنس تي 1 مثلا طب واحد بيختار تي 2 ما في مشكله تي 3 برضه ما في مشكله. طب كيف شو نعمل في الحال؟ ما راح يطلع على الجواب فرق لان بس بدك تنتبه لشغله انه والله تي 1 الريفرنس مش بتقسم عليها هي اللي بتقسمها على غيرها. يعني تي 1 ريفرنس على تي 2 تي 1 ريفرنس على تي 3 اخذت انت تي 2 ريفرنس بقول تي 2 على تي 1 تي 2 على تي 3 يعني تكون الريفرنس عندك بالبسط مش بالمقام. اذا اخترت انا عاده بحب اختار الاولى اللي على الشمال او الواحده بعتبرها تي 1 وبريح حالي. الريشيو صار عندي هم ربع على نص ربع على ثلث. هاي الارقام طلعت عباره عن نص اند 3 اوفر 4. اوكي الجمله المهمه الان في الحل if all ratios اي ratios اللي هي هاي الاول وهذا الثاني all ratios are ratios of integers يعني قسمت نص ratio of integer 1 على 2 3 على 4 هذا integer 3 على 4 integer. اذا كان ratio مكون من integers بيكون signal periodic يكون signal periodic otherwise هو non periodic. اذا ratio عندنا نص وثلاث ارباع قسم يعني ratio of integers اذا signal periodic. كيف بطلع total period؟ ماشي موضوع البيريودك. طب البيريود بتاعته تبعت الاول تبعت الثاني ولا تبعت الثالث؟ هي تناغم بين الثري كومبوننتس بين الثري كومبوننتس تمام. تي للتوتال او الفاينل عباره عن كي في تي 1 الريفرنس اللي اخذته تي 1 في حالتي انا تختار شيء ثاني انت حر. شو الكي؟ ليست كومن مالتيبل اوف دينومينيتورز اوف ذا ريشوز المضاعف المشترك الاصغر لمقامات الريشوز. يعني الريشوز عندي نص وثلاث ارباع المقامات اثنين واربعه. طبعا انك تبسط الكسور دائما لاخر شيء نص وربع ثلاث ارباع هي عباره عن ايش؟ اثنين واربعه. شو المضاعف المشترك الاصغر من اثنين واربعه؟ شو رايكم؟ اربعه صح؟ مش القاسم المضاعف يعني عندي واحد اثنين وثلاث شو المضاعف المشترك؟ سته. طب دخلت معها أربعة صارت 12. طيب واحد وسبعة وثلاثة مثلا 21 هذا مضاعف مشترك أصغر. إذا مضاعف مشترك أصغر طلع عندي 4 الكومن ليست كومن مالتيبل طلع 4. ال T1 كانت أصلا بالسؤال ربع 1 over 4 فطلع عندنا T بشكل عام T total عبارة عن شو؟ K في T1 يعني equals 1 1 إيش؟ 1 سكند. السؤال مظبط مقيف حتطلع ارقام فيه سهله. تيبس معلومات عامه نص وثلث وربع شو بيطلع لنا السيجنال بيريودك؟ لانه كي كم تطلع؟ 2 وثلاث واربعه الكسور تاعتها اللي هي الريشوز نص وثلث ربع عندنا المقامات اثنين وثلاث واربعة صح؟ طيب شو المضاعف المشترك اصغر لهم الثلاث؟ هو اثنين ثلاث اربعة بيطلع 12. طيب
إذا كان عندي ريشيو 2 على 18 و 0.1 على 3.6 ولك بيريودك معقول؟ آه لأنه 2 على 18 هاي بتصير 1 على 9 صح؟ برضو تبسيط ال 0.1 و 3 وبصير 1 على 36 أبصير أبصير الربع الربع هي ربع صح؟ فشو مضاعفك؟ سوري 4 9 و 36 و 4 شو يعني؟ المضاعف المشترك أصغر لهم؟ طلع 36 انتبهوا إذا كسر زي هذا لازم يتبسط وهذا نفس الشيء لازم يتبسط فبي كيرفول وذ ذس. طيب ملاحظة ثانية إذا كان عندنا إكسبانشن جي مثلا جي 2 تي الإكسبانشن عبارة عن كوساين إكس بلس جي ساين إكس هذا أويلر إذا الكوساين أصلا بيريودك والساين أصلا بيريودك فالجي تي المرفوع على الأس الإكسبانشن للجي تي يكون برضو إيش؟ يكون بيريودك يعني سواء كان فانكشن السؤال معطيك دلالة الساين أو الكوساين مجموعة ساينس وكوساينس أو ساين وكوساين إكسبانشن جي انتبه جي إذا أعطيتك مثلاً sin t plus cosine t plus exponential t أكيد non-periodic لأن exponential t أصلاً non-periodic أما exponential j t بيكون ماله periodic لأنه بتحول لكوساين ولا إيش ولا sin تمام؟ هاي ملاحظات مهمة لازم نأخذها بعين الاعتبار بس نمسح هاي الهون هاي إجابات على الأسئلة اللي سابقة هسا السؤال الثاني فارسين شو كان؟ كوساين 2t عارف كيف؟ كوساين 4t كوساين 6t بالمناسبة إذا كان كل الفريكوانسيز بدالة 2, 4, 5, 6 أرقام ما فيهم باي بكون سيجنال بيريودك جربوا إذا كان كل التيرمز فيهم باي عارف كيف هون في عندنا 2 باي أنا هون إيه 6 باي بيطلع الجواب برضو بيريودك إذا كان في خلطة يعني مثلاً هنا كوساين باي تي كوساين فور تي وكوساين سكس باي تي راح يطلع واحد من الريشوز فيه كسر واحد من الريشوز بيطلع فيه مرة باي فوق طيب إذا ظهرت باي بالريشو يعني مثلاً عندي الريشو واحد منهم 2 over باي سوري 2 let's say over باي تمام؟ هذا الريشو ماله؟ مش ريشو بانتجرز ليه طيب؟ لأنه الباي أصلاً عدد تقريبي 3.14 مزبوط؟ لكنه مش إكزاكت تقريبي دائماً وين ما ظهرت عندك الباي بالريشو عارف أنه الكومبينيشن فيها نون بيريودك هذا شو بيطلع؟ بيريودك ليه؟ لأنه طلع هون كيف؟ غير اللون هاي طلعت عندي سكستي and توتي لاحظ في باي هون صح؟ بس الباي مالها فيز وليس فريكوانسي مش مضروبة في تي بقى عن شيفت فيز شيفت فاحنا بناخذ التوتي التو بناخذ معها ايش؟ السكس هذول اثنين اصلا بيريودك الريشيو بتاعتهم راح يطلع ايش؟ يعطينا ريشيو انتجرز وبالتالي راح يطلع بيريودك اند بالبيت اللي بيريودك بتحاولوا توصلوا لي كم البيريود بتاعته نمسح ان شاء الله الاشياء المزدوجه قدر الامكان يعني محاضرتهم شويه طويله بدايه يعني أعتقد بنوقف عند التايم أند أمبليتيود ترانسفورميشن للمرة القادمة إن شاء الله وبتمنى يكون المرة الجاية السيستم عندنا بالجامعة جاهز ونقدر نتواصل حتى لو كان عندكم أسئلة خلال المحاضرة أنا جاهز برضو ويا ريت تهتموا شوي وتديروا بالكم خاصة أنه ارتحتوا من السفر والتنقل للجامعة بتوفيق ونراكم قريبا إن شاء الله السلام عليكم Okay. Sorry.